السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد في قناة طه للرب. يا ريت تدعمكم بلايك وكومنت عشان تكون فائز معانا في التعليقات، ويتم توزيع الجوائز في اخر الفيديو. ومعانا منصة استثمار جديدة نبدأ في شرحها على طول، منصة من منصات الاستثمار اعظم للشباب. اول يوم عمل النهاردة، فاحنا بنستغلها زي ما احنا عارفين طريقة العمل في الفي اي بي 1 والفي اي بي 2 والفي اي بي 3، وبنشتغل عليها وبنطلع بربح منها كويس جدا. طبعا طريقة التسجيل سهلة خالص، ممكن تسجل برقم الهاتف او بالبريد الالكتروني، بتحط رقم الهاتف وتعمل كلمه مرور للحساب فقط، وبتلاقي كود الدعوه موجود. لو ما لقيتوش موجود هتلاقيه بجانب الرابط اسفل الفيديو او في التعليق المثبت هسيبه لك، وبعدين بتضغط على اشتراك وتكون كده عملت حساب داخل المنصه. طبعا المنصه تفتح معانا بالواجهه دي، بتديك شرح مفصل عن المنصه. طبعا بضغط انا اعرف وهنشرح كل حاجه من الداخل. طبعا انا عامل ايداع 9 دولار، هنشوف المستويات مع بعض دلوقتي وهنشوف المطلوب مثلا قد ايه لكل مستوى. طبعا اقل مستوى زي ما انتم شايفين مدته 30 يوم بايداع 9 دولار، وربح يوم بيكون يا شباب 1 دولار و80 سنت زي ما انتم شايفين. عندنا الفي اي بي 2 زي ما انتم شايفين بيداع 59 دولار، وربح يوم بيكون 12 دولار يوميا. عندنا الفي اي بي 3 بيكون ب 199 دولار، وربح يوم بيكون 65 دولار يوميا، وهكذا لحد الفي اي بي 4 و5 و6. ومستويات يا شباب ربح كويسة جدا، والمنصة دي من المنصات اللي بتستمر فترة كويسة، فنستغلها يا شباب حتى لو الفي اي بي 1 او الفي اي بي 2. طبعا دلوقتي عشان نبدا ان احنا نشتغل على المنصه ونعمل ايداع، بنروح للصفحه الرئيسيه ونضغط على تعبئه الرصيد، وبناخد عنوان المحفظه اللي هيظهر هنا دلوقتي نسخ، وبنروح على المحفظه بتاعتنا. وبعد ما بنتاكد ان احنا عملنا عمليه التحويل مباشره، بنضغط على اكتمل اعاده الشحن، وبنرجع تاني هنا المنصه، وبنلاقي الرصيد بتاعنا سمع في المنصه ووصل هنا وظهر معانا هنا. وتلاقي الفي اي بي اتفتح معاك تلقائي، تضغط عليه عشان تبدا ان انت تعمل المهام. تضغط عليه على الفي اي بي 1 وبتلاقي الفي اي بي اتفتح معاك، او ممكن تضغط عليه هنا زي ما انتم شايفين اشتري الان، وبنضغط على اشتري وبيقول لك تم الاشتراك بنجاح زي ما انتم شايفين، والدخل بينزل لك تلقائي زي ما انتم شايفين من المنصه، بينزل لك اول ما بتشتري الفي اي بي مباشره. زي ما انتم شايفين هينزل لنا الربح اليومي زي ما انتم شايفين. طبعا احنا دلوقتي هنرجع تاني للخلف ونروح على السحب عشان نشوف عملية المبلغ المتاح عندنا للسحب، يظهر لك فوق هنا زي ما انتم شايفين على طول. بنضغط على انسحب ونبدأ نعمل سحب مباشرة من المنصة، بنحط المبلغ وعنوان المحفظة وكلمة المرور، وبعدين دلوقتي بنضغط على يتأكد عشان نعمل عملية السحب. انا طبعا هسحب على محفظة باينانس. طبعا السحب بياخد من 1 دقيقة الى 2 دقيقة بالظبط يا شباب، تم السحب بنجاح بدون خصم اي رسوم من السحب. بنرجع خطوة للخلف زي ما انتم شايفين، وهنستنى يوم السحب يوصل لنا على محفظة باينانس. طبعا احنا دلوقتي هننتظر السحب، مش هنستنى رسالة البريد يوم يظهر لنا هنا. اجيبه لكم هو بيدخل معانا المحفظة. طبعا سجل السحب هنلاقيه في الرسائل هنا ان السحب نجح معانا زي ما انتم شايفين، تم السحب بنجاح. هننتظر بس 1 دقيقة على ما يوصل لنا السحب وهرجع لكم تاني. وبالفعل يا شباب السحب ما خدش اقل من دقيقة بالظبط، وصل لنا اهو لسه بيدخل معانا المحفظة، لسه يعني بيدخل اهو 1 دولار و80 سنت، يعني لسه ما اكدش كمان جوه المحفظة بتاريخ اليوم زي ما انتم شايفين بدون اي مشاكل. السحب سلس في المنصه والايداع سلس جدا، وبنعمل تحديث عشان نشوف ان هو دخل معانا المحفظه ولا لسه لحد دلوقتي ما اكدش معانا ان هو دخل معانا المحفظه. بياخد دقيقه على ما بياكد ان هو دخل معانا المحفظه بنجاح زي ما انتم شايفين. ورجعنا يا شباب بالفعل اهو زي ما انتم شايفين، وصلت لنا رساله البريد ووصل السحب ودخل المحفظه بنجاح بدون اي مشاكل من المنصه. طبعا دلوقتي لو حابب، طبعا في حدث انك لو بعيد الاصدقاء يا شباب، بنضغط على الهديه دي. كل ما بيكمل فريقك 60 دولار شحن لعدد فريقك بتدعي الاصدقاء، بنضغط على يشارك، وعندك كسب من الحاله كويس جدا 15% من المستوى الاول، و5% من المستوى الثاني، و2% من المستوى الثالث يا شباب. وهنا بيظهر لك احصائيات الفريق، وهنا بتاخد رابط الدعوه الخاص بك نسخ من هنا،
وده يا شباب منصة أول يوم عمل ليها النهاردة، فنستغلها. لو حابب أنت تنزل بقى التطبيق ملف APK تقدر أنت تنزله بدون أي مشاكل، ملف APK وتنزله للأندرويد. طبعا دلوقتي تقدر تستعمل على المتصفح أفضل من التطبيقات. طبعا لو حابب أن أنت تتواصل مع خدمة العملاء وتنضم لجروب التليجرام الخاص بالمنصة، هنا يا شباب تقدر تضغط مباشرة ويحولك مباشرة على المنصة مباشرة، وده كان إثبات السحب زي ما أنت شفته بدون أي مشاكل. ودلوقتي هنبدأ في توزيع الجوائز على المشتركين. ودلوقتي يا شباب هنبدأ في توزيع الفائزين على الفيديو السابق. دلوقتي زي ما انتم شايفين يا ريت يا شباب نوصل ل2000 مشترك بإذن الله، احنا دلوقتي 1500 مشترك، يا ريت نوصل، يا ريت تدعمنا باشتراك وكومنت. ودلوقتي طبعا اللي بيستلم الجائزة بتيجي على قناتي هنا وبتضغط على الوصف، وهتلاقي يا شباب جروب التليجرام والمعرف الشخصي وجروب الواتس، تقدر تنضم للجروبات وتقدر تتواصل معاه مباشرة لو في أي استفسار. طبعا دلوقتي هناخد اخر فيديو منزلينه عندنا في القناه زي ما انتم شايفين، بننزل تحت وبناخد اخر فيديو اهو منزلينه، هناخده ونعمل له مشاركه وناخد الرابط الخاص بيه الناس، وبنروح على موقع توزيع الجوائز اللي هو اختيار التعليقات عشوائي زي ما انتم شايفين. هيتم اختيار 5 فائزين من التعليقات يا شباب، وهنبدا نحصل على التعليقات. عندنا 10 تعليقات على الفيديو، هنبدا في اختيار الفائزين. طبعا الفائز الاول هيكون معانا خالد مبروك، الفائز الاول، وهنبدا في اختيار الفائز الثاني. مبروك الفائز الثاني كينج فور، مبروك الفائز الثاني. وهنبدا في اختيار الفائز الثالث، الفائز الثالث HEG 25 26، مبروك الفائز الثالث. وده الفائز الرابع معانا زي ما انتم شايفين، هيكون محسن، محسن مبروك الفائز الرابع والفائز الخامس والاخير، ومبروك لكل اللي فائز. حكاية مبروك الفائز الخامس، كل شاف اسمه شباب يتواصل معايا زي ما وريتكم الطريقه، ومبروك لكل اللي فاز، واللي ما فازش ان شاء الله يفوز معانا الفيديوهات السابقه، وان شاء الله لو لقيت تفاعل اكتر هزود الفائزين وهزود قيمه الجائزه. فيا شباب تدعمنا باشتراك في القناه ولايك وكومنت وتنضم لجروب التليجرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.